حلقة جديدة من تفاعلكم وهذه العناوين. مواقع التواصل منصة لترويج شائعات بين الشركات المتنافسة وفقا لبلدية دبي. بعد غنائه في افتتاح سوق عكاظ أمس، محمد عبده في أول حفلة في السعودية منذ سنوات بعيدة. المهندسة المصرية مي مدحت تتصدر غلاف فوربس الشرق الأوسط وتطبيق إيفنتوس وراء لقائها بالرئيس الأمريكي. البداية من الإمارات، إذ كشفت بلدية دبي أن شركات تجارية معظمها متخصصة بالمنتجات الغذائية تستخدم مواقع التواصل لترويج الشائعات ضد منافسيها، وذلك وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم. يتم التحقق من صحة هذه الشائعات عن طريق الفحوص المخبرية قبل الرد عليها. تصويت اليوم الذي نشرناه على حساب البرنامج على تويتر كان يقيس رأي المستهلكين حول مساهمة الشركات في نشر شائعات تتعلق بمنافسيها. السؤال كان يقول: هل تعتقد أن هذه الشركات التجارية وسائل التواصل تستخدمها لبث شائعات سلبية عن الشركات المنافسة؟ ضمن خيارين، الأول نعم والثاني لا. نذكركم أنه بإمكانكم المشاركة في التصويت على حساب البرنامج الذي سيظهر بعد قليل. شهد مهرجان سوق عكاظ ليلة البارحة العودة الأولى للفنان العربي محمد عبده إلى المسارح السعودية، وذلك بعد غياب دام 11 عاما. تفاعل كبير حصده فنان العرب، وحظي الحدث باهتمام المغردين الذين تبادلوا صورا للحفل التي ظهر فيها مرتديا زيا يمثل الموروث القديم في الطائف. كذلك حظي فيسبوك وتويتر بصور الجمهور الذي حضر حفل الافتتاح مع الفنان السعودي الذي غنى جزءا من معلقة امرؤ القيس على مقام المجرور الطائفي. هذا وكان مراسل العربية أكد في نشرة الرابعة أن فنان العرب سيقوم مساء اليوم بتقديم حفل مفتوح للزائرين وعلى نفس مسرح سوق عكاظ. فلنتابع. مفاجأة لمحبي الطرب الأصيل ومحبي أيضا محمد عبده. تأكد اليوم الحفلة الخاصة التي سيقيمها الفنان العرب محمد عبده، حفلة خاصة بالفنان محمد عبده، وليست حفلة خاصة ومغلقة، هي مفتوحة والدعوة عامة لجميع الزوار اليوم في نفس المكان في على نفس المسرح في سوق عكاظ. من الطائف ينضم إلينا أمين سوق عكاظ ورئيس اللجنة الثقافية الدكتور جريد المنصوري، أهلا بك. ما هو الجديد في هذا العام إذ أن سوق عكاظ يقام للسنة العاشرة؟ شكرا لك وللمشاهدين. حقيقة سوق عكاظ هذا العام كما تفضلتم يقام للعام العاشر، فهذا عقد من الزمان مضى وتم تطوير السوق في فعالياته وبرامجه وكثير من جوانب العمل الميداني في الموقع على سطح الأرض، لكن من المؤكد أن تدشين أكاديمية عكاظ للشعر يمثل واحدة من أبرز الأمور الجديدة لعكاظ هذا العام. نعم. لذلك فإن الاهتمام بالشباب
كان أولوية هذا العام، فهناك ندوات وحوار حتى لسمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل ومعالي وزير الثقافة والإعلام مع الشباب يقام الليلة على مسرح جامعة الطائف. فيما يخص الشباب، هناك ملتقى ريادة الأعمال والعناية بالشباب أيضا اقتضت أن يكون هناك جوائز للشباب، منها جائزة مبتكر عكاظ، جائزة للابتكارات، وجائزة للأعمال الرائدة مقدار الجائزتين 300,000 ريال، ولأول مرة تقدم هذه الجوائز في سوق عكاظ. نعم. سوق عكاظ هذا العام إذا أذنتوا لي فيه برامج جديدة تهتم بقضايا التواصل الاجتماعي وقضايا الهوية في العالم الرقمي. جميل. وأيضا هناك الفقرات الفنية، لعلكم أشرتم بشكل واضح إلى موضوع حضور الفنان محمد عبدو على مسرح عكاظ وغنائه واحدة من المعلقات. نعم. طيب دكتور، كان الحفل الافتتاح مبهر جدا ولافت للأنظار، ماذا عن الشباب السعوديين؟ من شارك بالتنظيم؟ هل شاركوا تطوعا بمسألة التنظيم؟ أيضا بالنسبة للعروض المسرحية التي رأيناها، ماذا عن مشاركة الشباب السعوديين فيها؟ مشاركة السعوديين في سوق عكاظ هذا العام من الشباب مشاركة كبيرة. يكفي أن أذكر أن عددا من طلاب جامعة الطائف كانوا ضمن فرق العمل وقدموا مجهودات فعلا ممتازة، سواء على مستوى المسرح أو على مستوى التنظيم في الجادة وعلى مستوى التنظيم للحضور في مواقع الفعاليات. نعم. وهذا العام سوق عكاظ استعان بكثير من الشباب في صياغة البرامج ووضع مقترحات وآليات معينة للأداء على 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 مواقع التواصل الاجتماعي. كان هناك حضور مميز. نعم. لمقترحات وتفاعلات من شأنها أن تنعكس، وقد كان ذلك فعلا. نعم. على مواضيع وأنشطة. طيب وبرامج دكتور. السوق. نعم دكتور، كما رأينا الفنان محمد عبدو قام بافتتاح هذا المهرجان، فهل هذا مؤشر لمشاركة عدد من الفنانين عفوا وعودة المسرح الغنائي ضمن مهرجان عكاظ؟ بكل تأكيد المسرح عكاظ منذ افتتاح عكاظ كان يقدم نوع من المسرح، لكن هذه المرحلة أعتقد أن هناك تطور نوعي، والدولة وضعت هيئة للترفيه، أعتقد أنها الآن فعالياتها أو تفعل على الواقع، وحضور محمد عبدو وحضور آخرين البارح على منصة ومسرح سوق عكاظ يؤكد أن القادم سيكون في هذا الاتجاه. نعم نعم. إذن كان معنا من الطائف أمين سوق عكاظ ورئيس اللجنة الثقافية دكتور جريدي المنصوري، شكرا لك. ميزت حظر الإعلانات على الإنترنت لن تطال فيسبوك، فقد أشارت الشركة إلى أنها ستمنح مستخدميها فرصة الاطلاع على الإعلانات المفيدة خاصة، بالتالي لن تكون مزعجة ولن تدفع المستخدم إلى استخدام أدوات الحظر، وهو ما ستقوم لأجله الشركة بتعديلات فنية تتعلق بطريقة تحميل الإعلانات على المتصفح لتفادي تدفق الإعلانات أو أن تقف حائلا أمام تطبيقات حجب الإعلانات. وبطريقته الخاصة احتفل فيسبوك باليوم الدولي للقطط الذي صادف 8 أغسطس، إذ أجرى الموقع أبحاثاً على قرابة 160,000 شخص في الولايات المتحدة من مالكي القطط والكلاب لمعرفة سلوكهم، وكشفت النتائج أن مالكي الكلاب أكثر شعبية من مالكي القطط، وفي المقابل كان محبي القطط هم الأشخاص الأكثر ميلاً لحضور الكثير من الفعاليات والمناسبات الاجتماعية. وخارج أحد مراكز التسوق في ولاية فيرجينيا وقع حادث اصطدام تم تصويره وتداوله بشكل واسع، فبعد محاولة امرأة صف سيارتها المرسيدس حطمت مقدمة سيارة فيراري من الطراز المشهور وكانت مركونة، ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميلز بريطانية فقد
أقدمت المرأة على فقدان السيطرة على سيارتها وأثارت دهشة المتجمهرين، فضلاً عن صاحب السيارة الذي لم يصدق ما رأته عيناه رغم تعهدها ومرافقتها بتحمل تكاليف الإصلاح. نتابع. أهلا بكم من جديد. تحت عنوان مقابلتها لأوباما أكسبتها شهرة كبيرة في مصر، ظهرت المهندسة المصرية مي مدحت على غلاف مجلة فوربس نسخة الشرق الأوسط عدد أغسطس الماضي. فبعد مشاركتها في القمة العالمية السابعة لريادة الأعمال الشهر الماضي وتقديم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لها ضمن فريق رواد أعمال، عادت مؤسسة شركة إيفنتوس لإثارة الاهتمام على مواقع التواصل، وذلك عن تطبيقها إيفنتوس المختص عن تقديم الدعم للأشخاص الذين يعملون في تنظيم الفعاليات. وعن تجربة مي مدحت سنتحدث في لقائنا معها، لكن بعد هذا الفيديو التوضيحي. مي مدحت of Egypt, who's a software engineer who started a company called Eventus, which is a one-stop online shop for people who organize events. Thank you so much. Thank you. Incredible. Thank you, man. Thank you. Thank you so much, Mr. President. All right. This is a good-looking group. And I could not wear a t-shirt like Mark for at least another 6 months, but I will take off my jacket so that I don't look too formal. ونرحب في الاستوديو برائدة الأعمال المصرية مؤسسة تطبيق إيفنتوس التي أثارت الاهتمام من جديد بعد تصدرها غلاف مجلة فوربس. مي، أهلا بك معنا في استوديو تفاعلكم. بدءاً دعينا نتحدث عن هذا التطبيق الذي أثار الاهتمام ومن ثم التفاصيل المتبقية. أهلا وسهلاً. إيفنتوس هو تطبيق عبارة عن موبايل أبليكيشن للإيفنتس، كل المؤتمرات، المعارض، كل الفعاليات اللي بتحصل نحاول إحنا نجمعها في مكان واحد عشان يبقى أسهل للناس إن هي تشوفها وتشتري التذاكر بتاعتها. وفي نفس الوقت بالنسبة للمؤتمرات، الناس دايما لما بتروح بتبقى شايلة ورق كتير كده وعن الأجندة، عن المتحدثين اللي بيتكلموا. إحنا بنحاول دوت إن هو يبقى أونلاين من خلال موبايل أبليكيشن، بنسهل التواصل بين الحضور وبعضهم. نعم. مثلا لو احنا اتقابلنا في الايفنت او انا عايزه اقابلك في الايفنت، من خلال الابلكيشن اقدر ابعت لك مسج، مش لازم يبقى معايا الرقم تليفونك او الكونتاكتس بتاعتك، فبنسهل على الحضور التفاعل خلال المؤتمر او المعرض. كل هذه الميزات التي يملكها التطبيق، هل التطبيق على ارض الواقع موجود الان في طبعاً. الهواتف الذكيه؟ طبعا بدا تشغيله وبدا العمل عليه. بالضبط، على الاب ستور وعلى جوجل بلاي. نعم. طيب دعينا نتحدث إذن عن تعريف أو تقديم الرئيس الأمريكي باراك أوباما لك، كانت ضمن رواد الأعمال في الشهر الماضي. تفاصيل أكثر عن هذا الحدث ومشاركتك تحديدا، أنت قاموا بدعوتك لحضور هذا المنتدى؟ جي اس او ذا جلوبال انتربرينورشيب سامت هو ايفنت بيتعمل كل سنه، دي سابع مره يتعمل، وانا قدمت عشان احضر المؤتمر عادي جدا. كان لازم املى ابلكيشن كده اونلاين فيها تفاصيل عن المشروع وعن احنا بنعمل ايه واهدافنا ايه وعايزين نحقق ايه. وقبل الايفنت بيومين بالظبط جالي تليفون من حد من المنظمين، ويعني قالوا لي ان انا هكون على الستيج مع ذا بريزيدنت اوباما ومارك زوكربيرج. وجودك هنا كتكريم او تعريف عن التطبيق؟ يعني اكتر كان عن ان هم عايزين يتكلموا عن التطبيق اللي احنا عملناه والنجاح اللي احنا عملناه، ان احنا بدانا في دلوقتي احنا عندنا مثلا 8000 ايفنت، وده عدد كبير جدا من المؤتمرات والمعارض اللي احنا شغالين معاها. التفاعل اللي بيحصل على الابلكيشن برضو كبير جدا كبرسنتج، وفي نفس الوقت كان الكلام عن رياده الاعمال عامه وخصوصا رياده الاعمال في الشرق الاوسط. نعم. بعد اطلاعنا على بعض هذه التعليقات منتشرة، كان من اللافت أنك امرأة عربية ومحجبة، فكيف لك أن تقيسي مقياس أن يقوم الرئيس باراك أوباما بدعوتك إلى المسرح والمنظمين أيضا وفي الولايات المتحدة؟
يعني ان انا محجبه او كده ما اعتقدش ان ده بيفرق خالص معاهم او مع اي حد. يعني في امريكا ما حسيتش خالص بان في حد بيضايق او حد بيكومنت على الموضوع دوت. هي الفكره كلها انه رياده الاعمال نفسها صعبه جدا سواء كان على رجل او على امراه. الفكره كلها انه الناس تقدر تنفذ مشروعها وتقدر تكبر وتقدر تنجح بيه. احنا الفكره ان احنا عندنا كمان كاستمرز او يعني ايفنتس شغالين فيها بره الوطن العربي تماما. فاعتقد هم كانوا بيدوروا يعني كل الاكزامبلز اللي كانت موجوده معانا حتى رواد الاعمال التانيين اللي كانوا موجودين معانا الناس بتعمل حاجه بتاثر في يعني عندهم تطبيق او عندهم برودكت بيأثر في حياه الناس والناس بتقدر تستخدمه وبيعملوا تاثير في المجتمع. الشيء الناجح يفرض نفسه على العالم. طيب استاذه مي, ما هي الصعوبات التي واجهتك علنا نصل الى الراغبين من الشباب الى تطوير اعمالهم او افكارهم؟ ما هي الصعوبات التي مرت بها مي بشكل سريع؟ يعني كل الصعوبات اللي بتواجه رواد الأعمال تالي واحدة إن هي طبعا التمويل في الأول, الفكرة والتنفيذ نفسه, فريق العمل اللي بيشتغل معاكي إن أنت تقدر تجيبي فريق عمل شاطر يقدر يحقق حاجة زي كده. كم كان عدد فريق العمل بشكل سريع لربما نقدم لهم تحية على لسانك أنهم شركاء للنجاح؟ دلوقتي إحنا الفريق بتاعنا 20. جميل. ما تطمحين إليه في المستقبل؟ عدد ايفنتس اكتر, وان احنا يعني احنا هدفنا ان احنا نبقى the number one ايفنتس في العالم كله. جميل, شكرا لك. اذا كانت معنا رائدة الاعمال المصرية مؤسسة تطبيق ايفنتوس التي اثارت الاهتمام. شكرا لتواجدك معنا. شكرا. وصلنا الآن إلى وقت إعلان نتائج تصويت اليوم الذي وضعناه على حساب البرنامج على تويتر. كان السؤال يقول: هل تعتقد أن الشركات التجارية تستخدم وسائل التواصل لبث شائعات سلبية عن الشركات المنافسة؟ وأتت النتائج كالتالي: 70% رأوا أن الموضوع نعم يتم نشره عبر مواقع التواصل, أما 30% قالوا أن الشركات التجارية لا تستخدم وسائل التواصل لنشر إشاعات عن الشركات المنافسة لها. غدا موعد جديد, إلى اللقاء.